ترى هطلبهم تو سيبا هذا زين العابدين في البوفيتي. يحييكم من المقر الرسمي لقناة الجزيرة. شوفوا هذا الجزيرة، انقلبوا الكاميرا، شوفوا استديوهات هذه الريجي تاع قناة الجزيرة كلها لهنا. هذا الريجي كله، وهذوما استديوهات هذاك البرنامج بتاع الصباح، كلمة الصباح البرنامج هذا تاع الصباح. هذا الاخبار العادية كل راس ساعة، هذا الاخبار العادية كل راس ساعة، كل راس مش كل كل راس ساعة يرحم والديك. باش نبداو الحين مع بعض. نهار الجمعة الدنيا فارغة شوي، نهار الجمعة اليوم فارغة اخويا الدنيا. نطلبوا فيك نجمو ندخلوا احنا هات لنا. الو هاني معاك. انت جاي بتدخل؟ وي سي بون، حاضر انا جاوي به. اوكي نجم ندخل غادي من هنا شوي. اوكي هاي البيستاش سي بون، صباح الخير خويا. الكونيكسيون رجعت جاوها باهي. انا توا في اللايف، انا نفل توا في الاستوديو، عرفتوا بتاع الاخبار هذاك كل راس ساعه قالوا لي نعملوا فيها اخبار. تدخل تشوف الهويكا في اللايف، انا حاسس احساس اني باش نطيح فيه الدروج. توا مازلنا بعاد احنا على راس الساعه هذاك. علاش؟ فما اخبار توا، فما ترجيح الاخبار صحيح. ومقحف وي في يعجبك فيا في الجزيره معناتها بتاع خالي، تحس هالقناه معناتها فهمتني. تويكا لهنا فما هاو هذاك، هاني نتحرك هاني نمشي. هذا استوديو نوفل، هو فما عباد تخدم لهنا هذاك عليه، غير اليوم جمعه ما يخدموش برشا فهمتني. هي كبيره ياسر نوفل، معناتها هذوما عباد كونيكتي وقاعدين هذيا بيبلينات لهنا حاليا باش ناكلوا بها خبز معناتها رئاسه النشر فهمتني. هاكا ندخلوا نكريوها واحد يكون هذوك جورناليست، هذيك نيوز روم، هذيا نيوز روم، هذيا غرفه الاخبار، رئاسه التحرير، رئاسه تحرير الاخبار هذاك. هذيا نجم نحكي معاه ولا يتقلق؟ عطاو نشوفوا لحظه، باش نشوفوا كيفاش نجم نحكيو مع اخ لهنا قاعد يخدم هو على البيسي فهمتني. وذي الرجل اللي ورايا ذي ولد خالد مولى الجزيرة، هاكا تشوفوا فيه في اللايف هذاك، هو ولد خالد مولى. حسيته خاطر حسيته ما يفهمش انترنت ما كونيكتي كوميم. تفضل تفضل. وذي تويكا نوفل باش نحكيو معاه رئيس التحرير النشرة. مرحبا بيك. اهلا اهلا وسهلا. صفاء لاباس؟ تمام الحمد لله. انت توا في رئاسة التحرير، في انت توا لايف على صفحة موزايكا فيهم. احلى صباح، ربي يخليك. واحنا في تونس معناتها حب عملنا تحدي في انه او المتحدث بالعسكري بدا تنفيذ عاجل الآن. عاجل هذا اخبار بشهبة توا. هذوك كانوا قاعدين حاضرين على اخبار بشهبة عاجل في الجزيرة، بشهبة عاجل في الاكران في التلفزة الان بشهبة عاجل في الشاشات يا معلم، بشهبة عاجل في الشاشات خويا. اكتب اكتب زين العابدين المستوري اقتحم قناة الجزيرة لايف، هبط عاجل هبط عاجل. ولا عندنا عاجل على الهواء، عندك انا عاجل على الهواء لهنا. ظهرت انا في لونتينا ربي فهمني. منين التونسيه هذه وذي معروفه؟ اغزر لي اغزر لي نوفل، مش يسمع فيك. اغزر لي اغزر، شوف انت المتحدث لهنا كاتب ومن بعديك خرج لهنا الخبر راهو ريتو معناتها هذيك. نكتب لهنا تحيه تونس مثلا ولا نوفل الورتاني منشط على الصباح، تخرج عاجل. اغزر لي اغزر صديقي صديقي، اكتب خبر عاجل، الحطاب وولد باي تنفسون على فلفل بر العبيد. عاجل هذا في تونس، عاجل هذا كسر الدنيا في تونس. وحط واحد اخرى عاجل، كار خرجت في وقتها من الباساج الفا ماشي للمارس فهمتني. حطوا خبر عاجل. اوكي نتواصلوا تويكا. شكرا استاذ، اكثر من 1000 مواطن يتفرجوا. انا يدي عكشت اصلا من اللايف ونشد التليفون. هذوما اخويا سيبني هذا تونسي، هذا تونسي، المذيعين الكل يجوا في الليل. نوفل المذيعين الكبار قال لك يجوا في الليل. ها هو فما واحد تونسي لو في الغزل عرفته تونسي قالك، خاطر الوحيد اللي قالك من صفحه الفيسبوك اكثر واحد قالك في تونس. ها هو السلام عليكم، تحية خويا. صباح الخير. هذا صحفي خويا، صحفي في الجزيرة. صحفي في الجزيرة. صحفي في الجزيرة في السوشيال ميديا تونسي، هو يحكي يظهر قطري مو تونسي. فهمتني؟ وذي واحدة أخرى. مرحبا.
تحيه عايشك من التحيه. مرحبا بك عايش سيدي، مرحبا بالساده المستمعين، مستمعين ومشاهدين في اللايف. برشا تونس يا اخي، يا اخي مفيك تونس وظهر لي صباح الخير خاطر حبيبه ربي فاضي. اسراء من فلسطين، هذا اسراء من فلسطين، هذا ربي يخليك، وهذا بيرو مش عارف شكون هذا، خلينيش ها هو تو هذا باش نشوفوا تويكا، هو السيد اللي باش يفجر قناه الجزيره. نوفل ادخلوا على اللايف شوفوا السيد اللي باش يفجر قناه الجزيره. هاو هلو صافا مريقل صح، هذا هو اللي باش يفجرها تو، داخل باش يفجرها. وين يقدموا الاخبار يا زياد؟ هاني كنت فيها اللي يقدموا الاخبار. انا اوكي ندخل لها، انا نقتحم هي باش نتوقف، انا تقول لي نتوقف على قاعده، نمشي نقف. ها هو هذا يغزل لي يغزل، ريت هذا هي هذا الكون هذا يعمل منه كل واحده بتاع شو اسمها النشره الجويه. لهنا طاحت الطفله المره الاخرى وقت تدعثرت في الهبطه هذه في الطلعه، انا خايف لان تدعثر فيها صحيت المره الواحد. وذا يا خويا لهنا يقدموا الاخبار، باش نكش على الكرسي يعني بتاع الاخبار ويقدموا الاخبار. اي اخبار مقحول معناتها نميعوا قناه الجزيره بعد نجاح البوم. فما واحد جاي يعيط هالي باش يعيط على مش علينا نحن. بعد نجاح البومها قطوسي من العماره تصدر البوم خنفوسي هذا في الجزيره. مش قاعتي نتاع الاخبار، هاو نتاع الاخبار هذا مش هم تقرا نتاع اخبار. نعطيكم النشره اخويا، وكذلك يعني مواطن تونسي اسمه كيم جونغ اونغ يصرح بانه صديقه الحميم هو البحر الجلاسي، وانهم يشتركوا زوز في حبهم للبلابي. وكذلك الرئيس الكرواتي يقول، خلينا نكمل، فما شكون قاعد يعمل لي في التشويش ما حبيش نعمل الاخبار، اما فما شكون يقول انه الرئيس الكرواتي باش يتزوج معناتها من الفنانه تونسيه ما حبيناش نفحص على اسمها. هكا هو انغادر اخويا خاطر صارت اشكاليه صغيره لهنا. اجي نعمل لكم تصويره مع اللوجو، نعمل لكم فيديو مع اللوجو. ما حبوش تقعد في الوحده نتاع الاخبار قالك. المهم اقتحمت انا اخويا ذويك وعملتهم الكل وصورت لكم السيد اللي باش يفجر قناه الجزيره هذاك، تدخلوا تشوفوه لايف. كاو فات الجزيره زي. مازال فوق مازال فوق اخبار مهمه معناتها صحيت في مستوى معناتها ترتقي ترتقي ترتقي. فما مجموعه قاعده ترم نوفل لهنا باش ندخلوا نلقاوها. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. وي وي ها انت انا اخبار التسعه المره تقدم تاع الدوره ما تنجمش، ما يسكروا البلاتوات لهنا يسكروا البلاتوات. تقول انت انا ندم تخبي هذا شنو وزير؟ هذا تحرير البرامج، هذا تحرير البرامج في قناة الجزيرة. هذا تحرير البرامج. لاباس شنو حوالك؟ صفا تونسية لاباس. على صفحة في باش فيسبوك موزيكا.